تعال يمي اليوم جمعت الجهازين بمنتج واحد بس ركزي لي عليه فرن شوي وقلايه هوائيه تعال شوف تعال شوف تعال شوف المنتج قوي اربع شمعات فوق وشمعتين جوه زائد شنو هاي صينيه مال دهون وركز لي على الاير فاير مالتها البنكه مال القلايه الهوائيه بس شوف لي اياها وركز تعال عيني تعال تعال شوف ايش كم وضعيه ما شوا تعال شوف لي اياهن خمس وضعيات شوا وحده اثنين ثلاثه اربعه خمس وضعيات شوا وشنو المؤقت مالتها يوصل لحد 60 دقيقه وكذلك شنو 230 درجه حراره من 60 ل 230 درجه استاذ العزيز هذا المنتج كلش قوي بس تعال شوف ايش فيه شوف اذا هاي الشبكه مال شوي مال فينجر مال مقرمشات اي شيء بارك تسوين بها هاي سيبايه مال بيزا وهاي الامور هاي الصينيه مال شوي دجاج كذلك هاي الحماله مال شنو مال الشبكه ومال الصينيه ومال السيبايه شوف ايش يجي بعد هذا الشف حراري 23 لتر اجل حجمه كلش مناسب وحلو بس باعيلي عازل الحراره 100% بس شوف لي عازل الحراره 100% كذلك شنو هاي زجاج ماله فيروس مقاوم للحراره لا يتكسر لا يمرض اي شيء ما يبي استاذ العزيز هذا المنتج هسه راح اشوفك شغله قدامك وشوف شغله قد خرافي مثل ما قلت لكم راح اشوفكم شغله قدامكم هذا سكالوب بس بواليا كله جامد تريد موعه تريد تشوي بكيفك بدي يعجبك فرن وقلايه هوائيه يشتغل بنفس الوقت استاذ العزيز تشوي بيزا تسوي كليتشه تشوي دجاج اي شيء ببالك تسوي مقرمشات فينجر كل شيء يشتغل قلايه هوائيه وفرن شوي بوقت واحد رجعنا لكم مره دقائق تعال شوف الشغل ايش قد حلو اللهم صل على محمد وعلى محمد الشغل خرافي والتكسيب بس بقى للحمار ايش قد حلو شنو منتظرين طلبوه هسه والتوصيل عندنا كل العراق من الشمال للجنوب ساروا بالحجز الكميه محدوده